والكاتب الصحفي الأستاذ صلاح عيسى. أستاذ صلاح، مساء الخير. مساء الخير، أهلا يا أستاذ. كيف ترى مؤشرات المرحلة الأولى سياسيا؟ يعني لحد دلوقتي من السابق الإعلان والقول بأن هناك يعني مؤشرات يمكن الاعتماد عليها في يعني الحكم على نتائج المرحلة الأولى، لكن مع ذلك يعني ما زلنا فيما يبدو يعني من التسريبات التي تتحدث عن هذه المؤشرات ربما نكون في حاجة إلى أنه نحرص على أنه في المرحلتين الباقيتين من الانتخابات البرلمانية نحرص على أن يكون هناك توازن حقيقي بين القوى والمكونات السياسية. وهذا يعني نداء أنا بوجهه للناخبين أنه في المرحلتين الثانية والثالثة وعلى ضوء نتائج المرحلة الأولى لابد أن هم يسعوا إلى أن يكون تشكيل مجلس الشعب تشكيل متوازن بين كتل سياسية، وألا يسمحوا بعودة فكرة الأغلبية الكاسحة والأقلية الكسيحة، وأن يعني يكون المجلس معبرا عن كل الأطياف السياسية والاجتماعية والطائفية الموجودة في المجتمع عشان نضمن برلمان يمكن أن يدفع الأمور إلى الأمام ولا يؤدي إلى استقطاب يعيدنا إلى استبداد كالذي كان قائما. والمعادلة الأساسية التي أدت إلى ثورة 25 يناير هي معادلة الأغلبية الكاسحة والأقلية الكاسحة، لابد أن يعني نقضي على هذه المعادلة المرحلتين الثانية والثالثة. طيب أستاذ صلاح، وأنا وقفت قدام ملاحظتين، ما أعرفش حضرتك وقفت قدامهم ولا لأ. الملاحظة الأولى هي حزب النور، الحقيقة أنه نتائج حزب النور هل كانت متوقعة بالنسبة لك؟ يعني نتائج الإخوان أو الحرية والعدالة الحقيقة جزء منها كبير كان متوقع، دي ناس تلعب سياسة منذ زمن. حزب النور جديد في السياسة، كنت متوقع هذه النتائج يا أستاذ صلاح؟ لا، هو بشكل عام انا لا اعتبر يعني حسب المؤشرات اللي موجوده الان النتائج التي اعلن عنها الان حتى الان والمناخ العام للمرحله الانتخابيه، هذه انتخابات غير سياسيه، هذه انتخابات طائفيه في الواقع للاسف الشديد. المرحله الاولى دارت في ضمن جو طائفي واستقطابات طائفيه، هذه يعني نحن لسنا امام اي نتائج لها دلاله سياسيه من اي نوع إن كان. وفي هذا السياق ممكن ان جماعات لم تشتغل بالسياسة من قبل، ليست لها يعني أي رؤى سياسية واضحة أو معروفة، لا تحشد الناخبين على أسس سياسية في أي موضوع، لا هم ولا الحرية ولا العدالة، كل هذا حشد يتم على أساس ديني وطائفي. ودي الإشكالية التي ينبغي أن نسعى لمعالجتها أو يسعى الناخبون لمعالجتها في المرحلة الثانية. هل فوجئت بتراجع الأحزاب التقليدية بشكل كبير ولا كنت متوقع؟ لا، ما دام انتخابات طائفيه يبقى ما فيش سياسه، احزاب سياسيه، دي احزاب سياسيه ما تعرفش تلعب في هذا الملعب. الملعب ده هذه احزاب سياسيه تلعب في ملعب ديني وطائفي، فبالتالي يعني نصيبها لابد ان هو يكون نصيب يعني ايه المتوقع. لكن على اي الاحوال من السابق لاوانه ما زلت عندي يعني امل في انه النتائج النهائيه حين تعلن حتى لهذه المرحله يكون الناخب المصري تغلب على المحفزات الطائفيه والدينيه التي تدفعه للتصويت حسب موقع دينه وليس حسب رؤيته السياسيه او مصالحه الاجتماعيه، ان تؤدي الى نتائج اكثر توازنا ان لم يكن في هذه المرحله ففي المراحل القادمه. وعلى العموم كل المشهد الذي نراه هو مشهد بالنسبه لنا متوقع، وكان متوقع من قبل حتى ثوره 25 يناير، وسبق ان كتبت عنه كثيرا. كلنا في كل الاحوال كنا قبل 25 يناير وما زلنا بعد 25 يناير امام خيارين شريرين، هو استبداد كان قائما واستبداد ديني قادم، وبالتالي هنحتاج لمرحله انتقاليه طويله الى ان نتعافى ديمقراطيا. أشكرك أستاذ صلاح عيسى، الكاتب الصحفي الكبير.